طيب ايه الاخبار شباب؟ عاملين ايه؟ الاسبوع اللي فات ما عرفناش بس اعمل سيشن. انا كنت مفكر ان الترم هيكون يوم 19، فكنا هناخد اجازه اصلا، بس هو اتاجل يوم 13 قصدي، بس هو اتاجل. فكانت فرصه حلوه يعني الناس تلم الشتات اللي وراها. اعتقد يعني في ناس لمت الشتات اللي فايتها مثلا زي النمبر سيري والباينر سيرش وكده. طيب النهارده هنتكلم كده عن توبيك خفيف كده ولذيذ اسمه تو بوينترز. التوبيك ده ممكن تكون ناس حلت بيه، بس هي مش عارفه ان هو اسمه تو بوينترز. يعني معنى تو بوينترز مثلا ان انا بيكون عندي مش البوينترز، يعني احنا خدنا في سي بلس بلس البوينتر، يعني هو البوينتر ده بيكون ميموري ادرس، يعني بيكون فاريبل بيشاور على الميموري ادرس، بيشيل الميموري ادرس لحاجه مثلا. في حد عايز يخش؟ تمام. بس هو مش قصده بيه البوينترز اللي هو الميموري ادرس ده، بس هو نفس فكره البوينترز كده. هو بيريفير على حاجه او ماسك حاجه او بيكيب تراك على حاجه يعني. ف التو بوينترز يعني ممكن نقول البوينتر ده قصده بيه اللي هو الاندكس مثلا او اندسيز حاجه في اريز. طيب ايه هو التو بوينتر؟ التو بوينتر ببساطه ان انا بيكون مثلا عندي تو بوينترز اللي هو او تو اندسيز على كونستريند. مثلا لو انا عندي اري مثلا فيها خمس ارقام، مثلا 1 2 3 4 5 مثلا يعني. التو بوينترز بيعمل ايه؟ بيخلي مثلا ان في بوينتر هيمسك مثلا اول ايلمنت، وبوينتر مثلا هيمسك تاني ايلمنت، وكل مره مثلا بعوز احرك البوينترز دي على حسب انا عايز اعمل ايه في المساله. فمثلا من المسائل اللي ممكن نطبقها التو بوينترز، لو انا مثلا جيت قلت ان انا هديكوا اري سورتد، والاري دي عايزك تدور فيها على تارجت. يعني انا هديك مثلا اري سورتد وعايزك تجيب لي تو بير اي وجي مثلا انديسيز، بحيث يكون جمع البير ده اللي هو مثلا اليو في الاي زائد اليو في جي بيساوي تارجت معين، والاري دي سورتد. فانا عايز استغل البروبرتي بتاعت الاري دي سورتد يعني. فانا ممكن اعمل ايه يعني في الحل مثلا؟ يعني مثلا لو جينا قلنا 2 7 11 مثلا 9، انا مثلا عايز اعمل ايه؟ لا مش 9، 13 مثلا، وعايز ادور مثلا على 9. يعني عايز اشوف هل في بير عندي بحيث لو جمعت الصم بتاعهم يكون 9 ولا لا. فانا الحل النايف بتاعي مثلا، حد مثلا ممكن يقول لو في حل نايف عايز اجيب حل نايف مثلا حاجه زي كده، ممكن مثلا اعمل ليست لوب، اللي هو هعمل ليست لوب اي مثلا وجي، واعمل ليست لوب على الاري دي، وبحيث الاقي لو قلت مثلا الاي زائد الجي بيساوي الكي دي، فانا خلاص يعني هوقف. بس انا هستغل فكره ان الاي دي سورتد، وممكن اعمل حاجه تانية هنا مثلا، ممكن استخدم التو بوينتر. طيب هو اصلا يعني خليني برضه قبل ما ابدا احل في المساله، التو بوينتر مش الجوريزم معينه او حاجه مثلا بمشي على خطوات معينه، لا هو تكنيك يعني، مش الجوريزم لا ستيبس زي مثلا الباينري سيرش. يعني في الباينري سيرش كان في ستيبس معينه بنعملها، بس التو بوينترز لا، يعني هو تكنيك انا بفهم بس الكونسبت وابتدي اطبقه على بقيه المسائل، وبيكون في فاريشنز يعني منه يعني. مش انا قلت لو انا عايز ادور على بير اي وجي بحيث التارجت بتاعهم جمع البيرز دي تكون 9، فانا عارف ان اي سورت صح. طب بكل بساطه التو بوينتر بيقول ان انا ممكن مثلا اعمل بوينتر اي، او مثلا ليفت وبوينتر رايت، واحط الليفت ده هنا يمسك الاندكس ده، يمسك الفاليو دي والار هنا، وابتدي اشوف. مش انا عارف ان الاي دي سورتد، فانا ممكن اعمل ايه؟ وانا بدور على 9 صح؟ فانا مثلا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشوف هل ال 2 زائد ال 13 دي بتساوي 9 ولا اكبر؟ يعني 2 زائد 13 ب 15 صح؟ هل هي بتساوي 9 ولا اكبر منها؟ هو الصوت مش ظاهر هنا. تمام. طيب هي اكبر، فانا المفروض اعمل ايه؟ يعني هي دلوقتي 2 زائد 15 طلعت اكبر من التارجت اللي انا بدور عليه. فبما ان الاري سورتد، انا ممكن اتحكم في البوينتر اللي على الرايت ده، لان انا عارف ان البوينتر على الرايت ده هيكون شايل اكبر قيمه صح؟ في حد عايز يخش؟ تمام. فانا عارف ان البوينتر اللي على الرايت ده هيكون شايل اكبر قيمه صح؟ هيكون ماسك اكبر قيمه، فانا ممكن اقلل الرينج بتاعي ده. فهعمل مثلا هقلل الار، هخلي الار تيجي هنا، دي امسحها كده، هخلي الار تمسك ده. طيب هل دلوقتي انا ماسك ايه؟ دلوقتي انا ماسك البوينتر بتاع ال ده ماسك الاثنين، والبوينتر بتاع الار ماسك ال 11. ثانية، في
في حد عايز يخش. تمام. طيب البوينتر بتاع ال L ماسك الاثنين والبوينتر بتاع ال R ماسك ال 11. طيب هل الاثنين زائد ال 11 بتساوي 9؟ لا، هي اكبر من 9، فانا برضو محتاج اقلل الرينج. يعني انا عارف ان الرايت ده ال array sorted، فانا محتاج اقلل الرينج. فانا ممكن اعمل ايه برضو؟ اقلل الرايت. طيب لما اجي اقلل الرايت هيكون ماسك ده، او خلينا مثلا نوضحها احسن. الرايت مثلا هيجي هنا، فالرايت دلوقتي ماسك 7 والال ماسكه الاثنين. طيب لو قلنا 2 زائد 7 فهي بتساوي 9، انا كده وصلت للتارجت بتاعي. فالتايم كومبلكس بتاعت حاجه زي كده، يعني انا لو جيت افكر فيها بروت فورس، فهي هتاخد ان سكوير مثلا. في حد مثلا ممكن يبين السيرش بما ان الاري سورتد، فهو مثلا ممكن يعمل ايه؟ ممكن مثلا يقف هنا مثلا يجرب الميد مثلا، يشوف مثلا لو الميد مثلا ب7 يشوف انا بدور على 9 صح؟ فيشوف 9 ناقص 7 كام؟ ب2. طيب هل الاثنين دي موجوده عندي في الاري؟ اه، لو هي موجوده يبقى انا فعلا عندي بير 2 و7، ده ممكن يجيب لي فاليو. بس ده طبعا هياخد ان لوج ان، والحل النايف هياخد ان سكوير. بس التو بوينترز تاخد او اوف ان، لان انا التو بوينترز دول بتوعي انا عارف ان هم مش هيعدوا. يعني مثلا السايز بتاع الاري ده 4، فانا عارف ان هم رايح جاي مش هيعدوا 4. ليه؟ لان هو هنا كل بوينتر فيهم لو عمل حتى او اف ان اوبريشن في الورست كيس، يعني مثلا لو الرايت ده جه للاخر هنا مثلا يعني في مساله، لو الليفت ده جه هنا في الاخر، فهو هياخد 2 في ان. ده طبعا اقل من اللوج، اقل من ان لوج ان، واقل برضو من الان سكوير. فالكومبلكس بتاع الكلام ده او اف ان، لان انا مشيت لينير بس على الاري. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ اتفضل يا محمد. طب اتفضل. هو بالنسبة للحتة اللي هي بتاعت أنا ممكن أخلي الكومبريستي إن لوج إن، هي برضه في حاجة تانية ممكن أخليها ريكو إن بس، بحيث إن أنا أعمل فريكوانسي أري، وزي ما قلت لحضرتك كده مثلا أمسك الاتنين وأسأل هل في 7 ولا لأ الفريكوانسي بتاعتي. جميل. انت مثلا هتعمل فريكوانسي اري دي باري ولا ماب مثلا؟ هعملها دماغك. ماشي. ما الماب برضه هتاخد انسيرشن لوج ان. حتى برضه لو جيت عملتها بالفريكوانسي اري، انت ممكن يكون هنا عندك نيجاتيف فالوز يعني، فمش تنفع. وبرضه انت هتاخد سبيس زياده على الفاضي. هنا انا عملت كل حاجه ان بليس، يعني ما خدتش سبيس زياده. يعني هنا السبيس بتاعتي اوف 1 بس، اللي انا ما خدتش اي سبيس زياده، والتايم هيكون اوف ان بس. فاهمني؟ تمام. فهنا هنا التو يعني هي المساله دي ليها كذا كذا حل، بس هنا التو بوينترز ده افضل كومبلكس يعني، وتايم وسبيس. تمام. طيب اسماء، كان عندك سؤال تقريبا؟ هو انا اول ما حضرتك يعني حضرت المساله جه في دماغي حل كده، مش عارفه هو صح ولا غلط. طيب ايه هو؟ هو احنا ممكن نشتغل باينري سيرش يعني، ونجيب اللي هي ال بتاعه اللور اللور باوند، اللي نجيب طيب. ونمشي يعني نحط البوينتر بتاعنا عنده ان هو اقل حاجه او بيساويه، ونمشي بقى شويه دول ما نبدا من هي نفس الفكره. يعني بتاعت الباينري سيرش، بس ده هياخد ان لوج ان برضه. يعني انا بحاول احلها اوف ان بس. يعني هي الان لوج ان دي اكبر من ال من الان، فانا بحاول اقللها اقل حاجه. فهنا مثلا هنا فايده التو بوينترز مثلا، اللي هو قلل لي مساله من الان سكوير لحد اوف ان بس. بس انا ببتدي اتحكم في البوينترز دول. يعني مثلا لو مثلا يعني الاثنين دي مثلا في مره مش نافعه، انا هروح ابلس ال ال دي. طيب خلينا مثلا نكتب كود حاجه زي كده. مثلا لو انا جيت قلت مثلا انا عندي فيكتور، هيكون مثلا عندي اري مثلا، هي السكرين ظهرت بتاعت الكود. تمام. ايوه السكرين ظهرت. طيب لو انا مثلا عندي فيكتور مثلا هاخد بس ال array. وممكن اخد ال target هنا. طيب دلوقتي انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ادور على ال pair اللي هو i و j مثلا، اللي هو يجيب لي ال target صح؟ وانا عارف كده كده اصلا ان مثلا ال L وال R دول لو مثلا عدوا بعض، فانا هكون انا كده مش هيكون عندي فاليو، يعني لان انا كده مش ماسك. يعني كده انا كده انا جربت كل البوسيبل ويز، يعني جربت القيم الكبيره والقيم الصغيره. فلما ال L تتعدى ال R انا هقف. فانا ممكن مثلا اعمل هنا while loop while L اصغر من ال R،
وهنا مثلا هعمل ال ال بتساوي 0 اللي هي في البداية خالص، والار ده هيكون ماسك ال n ماينس 1 اللي هو 0 1 2 3، فهيكون ماسك هنا ال 3 يعني. بس السكرين دي، فانا هنا عندي ال l وهنا عندي ال r. تمام. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اشوف اول حاجه لو الايتمز اللي انا واقف عليها دي بتساوي التارجت، فهقول اف الفيو اوف ال ال دي زائد الفيو في الار بتساوي التارجت. انا مثلا ممكن اقول له البيرز دي موجوده، ده مثلا ال ال وهنا الجي مثلا الار اصلا. حلو. طيب لو لو مثلا قلت لو جمعهم ده طلع اكبر من التارجت، لو هو اكبر من التارجت انا محتاج اعمل ايه؟ لو هو اكبر من التارجت، لو الجمع اللي عندي ده اكبر من التارجت انا محتاج اعمل ايه؟ ار ماينس ماينس. بالظبط. تمام. فهقلل الار. طيب else هزود ال. فلو جينا مثلا عملنا تست حاجة زي كده، هنا مثلا محتاج اعمل بريك يعني، مش محتاج اشوف حاجة تانية. فهنا مثلا ال i تنزل في الاري كانت 4 وانا هسرش على 9، فاحنا قلنا كام؟ احنا قلنا 2 7 11 13، فهو فعلا لقاها في ال 0 وال 1 اللي هو ال 2 و 7. حد مش فاهم اللي احنا قلناه ده؟ ما عنديش مشكلة عيد. اتفضل عبد الرحمن. هو ممكن استخدم الاتريتور بدل بوينتر هنا، نعمل اتريتور ازاي؟ طيب اتريتور على ايه بالظبط؟ على اول واخر element. ما هو الاتريتور ده بيكون ماسك ميموري، لو انت قصدك على الاتريتور فهو ده بيكون ماسك ميموري ادرس، انت مش محتاج حاجه زي كده يعني. فاهمني؟ انا عايز اللي عايز اعمله، انا عايز اكس الانسيز دي، فانا باكسس على طول وخلاص يعني. بس انت حلك صح، انت ممكن تعملها اتريتور عادي يعني. انت ممكن مثلا تعمل اي تي مثلا تمسكه الفي دوت بيجن وتبتدي تعمل له بلس بلس بلس، بس ليه يعني؟ ليه تتعامل مع الميموري وتوه على دماغك يعني؟ ده كده احسن. تمام. ده كان دي كانت حاجه كده بسيطه على ايه هي التو بوينترز، ازاي اصلا انا بحرك التو بوينترز. انتوا برضو يعني اكيد مثلا في حاجه مثلا زي البلندرومي دي، اللي هو لو السترنج ده ازاي اعرف ان السترنج ده بلندرومي؟ لا، مثلا لو عندي هنا ايه مثلا بي ايه، فالمعظم الناس كانت بتعمل ايه؟ كانت بتشوف هنا بتقارن ده مع ده، صح؟ لو ده بيساوي بعض فخلاص هجيب ده هنا وده هنا، وده بيساوي بعض. هل ده بيساوي بعض؟ فده كده بلندرومي. فدي كانت نفس فكره التو بوينترز، انت كنت بتعملها في البلندرومي يعني. طيب كان في بقى كده فاريشن تاني برضو يعني، حاجه كده في التو بوينترز برضو بس بيسموها سلايدنج ويندو. دي يعني التو بوينترز عموما توك بيجي في الانترفيوهات كتيره، وبرضو في تاج على كود فورسز اسمه تو بوينتر، وده بيكون جواه السلايدنج ويندو والتو بوينترز نفسها. طيب السلايدنج ويندو ده حاجه برضو نفس فكره التو بوينترز كده، بس هما ليه سموهم سلايدنج ويندو؟ ممكن اول اكزامبل بس هشرح كده كام حاجه صغيره الاول. في حاجه اسمها فيكسد سلايدنج ويندو، بنعتذر عن الخط ده طبعا. الفيكس سلايدنج ويندو دي بتقول ايه؟ بتعمل ويندو على يعني بيكون معروف نهايتها وبدايتها يعني. مثلا لو انا عايز اعمل ويندو، لو مثلا عندي كده مثلا دي اري مثلا، وانا عايز اعمل ويندو على الاري دي اللي هو مثلا ويندو السايز بتاعها 3 مثلا يعني. الفيكسد سلايدنج ويندو ده هو فيكسد، فانا انا عارف ان ده ليه سايز مش هيتغير، انا همشي على الاري دي بويندو يعني. مثلا 1 2 3، لو انا جيت قلت ان الويندو دي ب 3، فانا مثلا عارف ان هنا دي ويندو ايه، انا ماسك الواحد والاثنين والثلاثه. فهنا دي برضو في نفس الفكره، انا بحط مثلا بوينتر هنا، بوينتر ال وبوينتر ار، ومش شرط بوينتر يعني، هنشوف في مسائل. بس دي فكره السلايدنج ويندو، اللي انا بيكون عندي زي رينج كده او ويندو على مجموعه اليمنتس بيكون معروف السايز بتاعها، وببتدي احركه يعني، ببتدي احركه لحد ما الاقي حاجه مثلا معينه يعني. مثلا في مساله كانت بتقول
مثلا مسألة على الفيكس سلايد ويندو، لو انا مثلا اديتك اري السايز بتاعها ان مثلا، وعايزك تجيب لي اكبر سب اري السايز بتاعه ده يكون ام، يعني اكبر سم في السب اري السايز بتاعه يكون ام. يعني مثلا لو جيت قلت هديك اري اوف ان نمبرز، وعايزك تلاقي تدور لي على ام كونسيكتيف اليمنتس فيها ماكسيمم سم از بوسبل. طيب مثلا حاجه زي كده، لو جيت مثلا قلت الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة خمسة ستة سالب سبعة مثلا وتمانية، أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ أنا محتاج ألاقي M consecutive element يعني جنب بعض، وال M دي مثلا بتلاتة، خلينا نقول M بتلاتة، أنا عايز أدور على M consecutive elements جنب بعض بحيث إن يكون مجموع الصم بتاعهم ده أكبر ما يمكن، دي سالب سبعة. طيب حاجة زي كده مثلا إحنا ممكن نعملها إزاي؟ هو عموما لما بتلاقي كده المسألة بيقول لك أنا عايزك تدور لي على consecutive elements تعمل حاجة، أو مثلا تماكسمايز على consecutive elements أو elements جنب بعضها، أنت هنا بتعرف بتكون باينة أوي اللي هي بتكون تو بوينتر أو سلايدنج ويندو أو كده. طب هنا مثلا في المسألة ده بيشتغل إزاي؟ أنا دلوقتي عايز أجيب ال البروبلم اللي عندي، أنا محتاج أجيب ويندو في الأري دي يكون السايز بتاعها يكون الصم بتاعها ال elements اللي فيها أكبر ما يمكن. فمثلا لو انا جيت قلت M1 دي اللي هي اول ويندو مثلا، اول ويندو عندي في الاري، فانا هعمل ايه؟ هجمع الواحد والاثنين والثلاثه لان السايز بتاعها ثلاثه، ده تمام؟ يعني انا عايز الاليمنت عايز ويندو السايز بتاعها يكون ثلاثه، فانا اول حاجه هعملها ايه؟ انا هجمع الواحد زائد اثنين زائد ثلاثه، صح؟ فانا دلوقتي هجمع الواحد زائد الاثنين زائد ثلاثه، ومثلا ممكن يكون هنا عندي انسر هماكسمايز بيه على اللي انا عايزه ده، فهنا مثلا اقول انت من مثلا ماشي. فانا دلوقتي اللي انا جبته كان ايه؟ الواحد زائد اتنين زائد تلاته ده مجموعهم كام؟ فهنا هتلاقي الانصر هنا بتساوي سته، وقشطه على ده، فالانصر دلوقتي بتساوي سته. طيب هو قال consecutive elements صح؟ يعني هو عايز ام اكبر ام consecutive elements. طيب ايه اللي انا محتاج اجربه بعد كده؟ انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجرب الويندو التانيه صح؟ طيب فانا هاجي هنا اجرب الويندو دي، هاخد الاتنين والتلاته والاربعه، طيب دول الصم بتاعهم كام؟ اتنين زائد تلاتة زائد أربعة مظبوط؟ يعني هنا هقول اتنين زائد تلاتة زائد أربعة، فده الصم بتاعهم كام؟ تسعة. فهنا مثلا هقول اتنين زائد تلاتة زائد أربعة. طيب ايه هنا اللي حصل بالظبط؟ يعني ايه العلاقة ما بين الويندو الأولى والويندو التانية أصلا؟ هنلاحظ العلاقة إن هنا عندي إيليمنت خرج، يعني في الويندو التانية أنا عندي إيليمنت ده خرج وفي إيليمنت جديد اتضاف. ف أنا عارف إن أنا في الستاندينج ويندو أنا هخرج الإيليمنت ده واضيف والاليمنت ده هيتضاف للويندو. فانا دلوقتي بحسب ايه؟ بحسب السم صح؟ فايه اللي انا ممكن اعمله؟ انا مثلا هنا ممكن يكون عندي فاريبل سم، يعني مش محتاج اكسمايز، فانا اللي انا جبته في الاول كان سته صح؟ طيب دلوقتي في تاني ويندو انا عملت ايه؟ انا خرجت اليمنت ودخلت اليمنت مظبوط؟ فدلوقتي كان بسته، هخرج منه الواحد هيكون بكام؟ بخمسه، وهجمع عليه الاربعه هيكون بتسعه. خلينا نجيبه هنا احسن، لو مثلا قلنا الصم ده بزيرو، فال M1 جابت لي الجمع بستة. طيب ال M2 جابت لي الجمع كام؟ يعني علاقة الويندو الأولى بالتانية إن ال element ده خرج وال element ده دخل، فدلوقتي هقول 2 زائد 3 زائد 4 زائد 4، بس أنا ممكن أستغل إن في element واحد بيخرج وواحد بيدخل صح؟ فأنا ممكن أنقص الواحد ال element اللي خرج ده وأدخل الأربعة، فلما نقص الواحد هيكون خمسة وادخل الأربعة هيكون تسعة. دي كده تاني ويندو. في حد بيقول حاجة؟ طيب اتفضل يوسف. باشمهندس، وانا كده مش ممكن اعمل تو بوينتر على بريفك سم؟ تو بوينتر على بريفك سم. طب بص ممكن نخلص دي واجي لك ونشوفها. انا دلوقتي وصلت ان الصم بتسعة حلو. طيب ايه اللي انا محتاج برضه اجربه بعد كده؟ اجيب الويندو، اجيب تالت ويندو، فهقول الام تلاتة. طيب تالت ويندو دي فيها ايه؟ هشفت ده، يعني هقول هبص بقى على الويندو دي، هقول 4 زائد 5 زائد 6، انا كده ماسك 3 اليمنت، لا الاربعه كانت معايا، انا خرجت ده وماسك ده، هقول 3 زائد 4، 3 زائد 4 زائد 5. فدلوقتي انا هبص على 3 زائد 4 زائد 5، انا دلوقتي خرجت الاثنين صح؟ فهطرح من الصم 2 ودخلت كام؟ دخلت الخمسه، فالصم 9 ناقص 2 هيديني 7
ده ودخلت الخمسة هيكون 12، فالصم دلوقتي بقى ب 12. طيب انا محتاج برضو اجرب رابع ويندو. فرابع ويندو هنيجي نجربوها، مثلا هنلاقي هنا مثلا انا هنا كنت واقف على الويندو اللي هي 3 زائد 4 زائد 5، صح؟ 3 زائد 4 زائد 5. طيب انا هحتاج بقى اجرب رابع ويندو، فهقول تعالى نشوف رابع ويندو. هخرج التلاتة وادخل الستة، فالتلاتة هتخرج وهدخل الستة، فهيكون 4 زائد 5 زائد 6. فأربعة زائد 5 زائد 6 هيدينا كام؟ 15. فهنقول 15 تمام. انا اقصى صم دلوقتي وصلت له 15، صح؟ طيب تعال نجرب الويندو رقم 5 اللي مساوي 5. فانا هعمل ايه؟ هخرج الاربعة وهدخل الخمسة. لما اخرج الاربعة الصم هيكون 11، صح؟ بعد كده هدخل سالب 7. 11 ناقص 7 هيدينا 4، فالصم دلوقتي بقى 4. طبعا انا معايا حاجة بقى مكسبت عليها، الصم دلوقتي اللي وصلت له 4. طيب تعال نكمل. فهنا دلوقتي انا معايا 5 زائد 6 زائد سالب 7. طيب اخر ويندو عندي هجربها اللي هي كان هخرج دلوقتي 5، صح؟ وهجمع وهدخل 8، والصم بتاعي انا لما خرجت الخمسة الصم هيكون كام؟ هيكون سالب 1، وهدخل 8 هيكون 7، فالصم هيكون 7. طيب ايه اقصى صم انا وصلت له؟ كان ال 15. فده الماكسيمم فاليو بتاع ال m consecutive elements. طيب لو حد جه فكر في المسألة دي بالفورس، فهو هيعمل مثلا نست لوب، هيعمل لوب. اللوب ده هيمسك ال elements ده ويجيب تاني elements بعديه وهكذا. فكومبلكس الكلام ده هيكون ان سكوير، فطبعا ال تو اللي هنا الفيكس سلاين ويندو هيكون او اف ان بس. اتفضل عبد الرحمن. تمام. طيب حد مش فاهم حته في الجزء ده عرفتوا ازاي الفيكسد سلايدنج ويندو بتشتغل؟ هي الفيكس سلايدنج ويندو زي ما انا قلت بيكون ليها رينج معروف وسايز معروف وليها ستارت واند، تمام؟ طيب خلينا نمبلمنت حاجه زي كده. مثلا لو انا جيت قلت مثلا كده مثلا كده مثلا انا كنت والسايز بتاع الويندو، تمام؟ سايز بتاع الويندو كده. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اخد اول ثلاثه في الاول، صح؟ وبعد كده هخرج element وادخل element، هخرج element وادخل element، مظبوط؟ طيب خلينا ناخد اول m elements اللي هما اول ثلاثه. فهنا هنعمل كده اللي هو ده اول m elements. طيب لما ناخد ال m elements انا هحتاج اجمعهم، صح؟ يعني الصم ده هو اللي هيكيب تراك، فهجمع ال m elements دول. طيب وهنا هيكون مثلا عندي variable اسمه answer، ده اللي هيماكسمايز بيه الريزلتس اللي انا بجيبها كلها دي من. طيب اللي انا محتاج اعمله بعد كده ايه؟ حد يقول؟ ايه اللي انا محتاج اعمله بعد كده؟ B1 and B2. ما احنا قلنا بقى اللي انا لقيت ريليشن اللي انا ممكن اخرج element وداخل element، فهي نفس الفكره انت تقولها، بس انا مش محتاج استخدم بوينترز، صح؟ بس انا ممكن استخدم بوينترز يعني ال او ار، بس انا الصم هو البوينترز دي هي اللي هتخرج لي element وتدخل لي element، تمام؟ فهنا هعمل مثلا الليفت، الليفت ده هو اللي هيكون ماسك الاليمنت اللي بيطلع، والرايت ده هيكون هو اللي هيكون ماسك الاليمنت الجديده اللي هتدخل، صح؟ طيب انا ممكن اعمل مثلا وايل الار اصغر من ان، لان انا الار دي انا مش عايز اتعدي الان. فهنا مثلا ار دي برضه هتبتدي من الار دي بقى هتبتدي من كام؟ حد يقول كده الار دي هتبتدي من كام؟ من الاثنين.
من اتنين ليه بقى؟ ما انت مشيت عديت تلاتة، فهتبتدي من اللي هو انت قصدك من اتنين اللي هي بالزيرو اندكس. بالظبط. فهنا انا الار دي هتبتدي من تلات اليمنتس، لان انا جمعت اول تلات اليمنتس. انا جمعت اللي هم الواحد والاتنين تلاتة دي، اللي هم اول ام اليمنتس، فمحتاج اشوف الباقي بقى. طيب انا هعمل ايه؟ مش انا وانا ماشي بحرك الار بخرج الاليمنت صح؟ بخرج اليمنت صح، وبشفت بشفت البوينتر، بشفت مثلا بيكون عندي بوينتر هنا بشفته صح. فاللي انا هعمله ايه؟ اللي انا هعمل ايه هيكون مثلا هنقص السم اللي هو الاليمنت اللي بيخرج، وهزود ال ال عشان يشوف تاني اليمنت هيخرج، تاني اليمنت هيخرج. طيب وانا بدخل اليمنت محتاج اعمل ايه؟ حد كده يكون معايا يقول. طيب انا محتاج ادخل اليمنت صح، فانا الار ده ماسك الاليمنتس اللي هيخش جديد صح، فانا هعمل كده وازود الار. طيب وبعد كده انا محتاج برضو اعمل ايه؟ محتاج ماكسمايز على الانسرز اللي انا بجيبها. فهنا هقول الانسر هيساوي ماكس الانسر والسم. مثلا لو جينا هنا نطلع الانسر، انت ممكن هنا نشيل دي مثلا ونعمل كده، ممكن نزود هنا يعني على طول، وهنا برضو نزود كده على طول كده احسن. طيب خلينا مثلا نرن ونشوف. انا قلت ال elements size كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تمام. ثانية سايز الأول قلنا 8، سايز 8 والويندو سايز بتاعها 3. طيب 1 2 3 4 5 سايز 7 8. طيب هنا هو جاب فعلا 15 اللي هو أكبر أنسر أنا جبته. طيب لو جينا مثلا ندوج ايه اللي بيحصل بالظبط في السم، يعني لو جيت هنا مثلا عملت كده هلاحظ اللي هو مثلا في السم انا كنت جايب كام elements في الاول، يعني مثلا خلينا هنا نقول السم بفور برضو. طيب السم بفور كان كام؟ كان 6 صح، لان انا جمعت اول ام elements. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ خرجنا الواحد صح، فبقت 5، بعد كده دخلت الاربعه بقت 9، زي نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس وبماكسمايز على الانسر اللي انا بجيبه. حد مش فاهم الفيكسد سلايد ويندو؟ شانس ممكن تعالى تاني؟ تمام. انا من انهي جزء بالظبط يعني؟ الجزء بتاع الكود. طيب انهي ايه اللي مش مفهوم في الكود بالظبط؟ شوية لا بعد كده بقى شوية بتوع دول. أوه. طيب دلوقتي مش انا دخلت اول هنا مثلا، مش انا هنا جبت اللي هما اول ام elements صح، اللي هما الواحد وزائد اتنين زائد تلاته مظبوط. طيب الحركه بتاعتي انا بعمل ايه؟ مش بخرج element وبدخل element، بخرج الواحد وبدخل المفروض الاربعه. حلو. ف ال دي هتكون ماسكه ده مظبوط، وال m هتكون ماسكه ال element ده. طيب ال L بقى بتعمل ايه؟ ال L بتخرج الاليمنت ده، انا كده كده بخرجه من الصم اصلا، والار بتدخل لي الاليمنت ده. فاللي انا عملته هنا بالظبط يعني عشان بس ممكن الحته دي تكون ملخبطه ناس، اللي انا عملته هنا بالظبط ان انا هطرح مثلا الصم ده، انا محتاج اطرح منه ايه؟ الواحد صح؟ تمام. فايه اللي ماسك لي الواحد؟ ال مظبوط؟ ال. طيب وهزود ال دي عشان في تاني اتريشن هي تمسك لي الاليمنت ده صح؟ تمام. طيب ومحتاج بعد كده ايه اللي انا محتاج اعمله بعد كده؟ لا ادخل الاربعه صح، اللي هي ادخل الاليمنتس الجديده اللي هخش، فهعمل كده سم بيساوي الفي وفي الار صح، وهزود الار برضو بس. وكل اللي انا بعمله بس وبماكسمايز على السم اللي انا جبته، ده كل الموضوع بس. وهنا انا عامل عشان مش عايز افيوليت الكونديشن ده، فبعمل الار دي اصغر من ان، لان انا مش هينفع اعدي طبعا ان هيجيب ران تايم ايرور. الجزء ده واضح؟ حد عنده تمام؟ طيب. حد عنده سؤال تاني؟ كله تمام؟ طيب.
طيب لينا نشيل ده كده. طيب جينا هنا مثلا، احنا قلنا ان في حاجه اسمها الفيكسد سلايدنج ويندو صح؟ في برضه حاجه اسمها الدايناميك سلايدنج ويندو. الفرق بين الدايناميك والفيكسد اللي انا مش بيكون عارف السايز بتاعي، بس ممكن اكون عارف حاجه ممكن اعملها او بروبرتي معينه. اللي انا مثلا هفضل هيكون مثلا عندي ال او ار اللي هما تو بوينترز دول يعني، وهفضل ومثلا هفضل امشي الار ده مثلا. مثلا لو جيت هنا مثلا عندي elements مثلا، ممكن افضل امشي مثلا ال ار دول هيبداوا من هنا من زيرو، ومثلا ممكن افضل امشي الار ده الار ده الار ده لحد مثلا ما الاقي بروبرتي معينه انا بدور عليها او كونديشن انا حاطه بلاقيه. بس بفضل امشي الار يعني، هم ما لهمش حركه معينه او ما لهمش سايز معين، بس انا عارف ان هم كونسترينت او هم مش هيعدوا رينج معين. بس ده الدايناميك. انا هديكم مثال دلوقتي عليه عشان برضه يكون واضح اكتر. وبرضه مش شرط يقفوا هنا يعني، مش شرط يقفوا على اندكس زيرو، لا ممكن مثلا يعني في مساله غالبا في الشيء هتشوفوها، هتلاقوا مثلا ان انت مضطر تحط التو بوينترز هنا، واحد يتحرك كده واحد يتحرك كده، فدي ويندو يعني. لو لاحظتوا هتلاقي ده بيت اكسباند كده وده بيت اكسباند كده، فهي ملهاش ستيبس معينه، بس انت بتحرك البوينترز بتاعتك. بس لازم برضو تكون لازم تكونوا عارفين مصطلح اللي هو الدايناميك سلايدنج ويندو. طيب ده انا مثلا ممكن استخدمه في ايه؟ انا غالبا يعني لو انا عارف السايز بتاع ويندو انا بدور عليها، فهستخدم اول حاجه افكر فيها الفيكسد سلايدنج ويندو. بس لو انا مثلا مش عارف السايز بتاع سب اري مثلا عايز اجيبه بيحقق حاجه معينه، بيجيب لي مثلا سب اري مثلا بيجيب لي ماكسيموم سم حاجه زي كده مثلا، انا مش عارف السايز اللي انا اقف عنده، بس انا هوقف اللوبس بتاعتي او البوينترز بتاعتي لما كونديشن معين يتحقق. طيب في مساله ممكن نشوفها على الموضوع ده. لو جينا مثلا هنا نقول ان انا مثلا هديك اري فيها ان انتجرز، وعايزك تجيب لي الكونتيجوس سب اري عنده صم اكبر ما يمكن يعني، بس مش جريتر ذان ام يعني. انا هديكوا اري مثلا، والاري دي عايزك تجيب لي اكبر صم بس ما يعديش الام يعني. الام ده مثلا هتكون فاليو مثلا معينه، عايزك تجيب لي اكبر صم بحيث ما يعديش الام ده. طيب حاجه زي كده انا ممكن اعملها ازاي مثلا بالدايناميك سلايدنج ويندو؟ لو انا مثلا جيت هنا قلت ان انا مثلا عندي اري مثلا 2 مثلا 7 مثلا 11 5 2 8 مثلا، وعايز مثلا اكبر يعني اكبر صم بحيث ما يكونش اكبر صم اكبر قريب يجيب لي صم بحيث ما يكونش اكبر من الام ده يعني. هو الصم ده لازم يكون اصغر من او بيساوي الام بس. طيب لو انا مثلا الاري دي فيها كام ايلمنت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. لو انا مثلا هنا قلت ان الام دي بكام، مثلا ممكن نقول هنا الام كام؟ 12 5. طيب مش ممكن مثلا هنا نقول الام دي ب 16 مثلا. انا عايز الصم، عايز الكونتيجوس سب اري اللي بتجيب لي الصم ده بس ما يكونش اكبر من الام، فانا عارف هنا ان في كونديشن معين انا مش هينفع اعديه صح. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله مثلا؟ احنا قلنا مثلا انا هوقف، مثلا يكون عندي بوينتر ال وبوينتر ار مثلا، والال والار دول هيبداوا من زيرو صح. طيب انا محتاج اكبر صم بحيث ما يعديش يكون اصغر من او بيساوي الام بس، وتكون هو قال الاليمنت سي كونتيجوس يعني او جنب بعض يعني. دي برضو ده كي بيكون اللي انت هنا هتستخدم التو بوينتر وهكذا. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا ممكن اول حاجه امشي الار هشوف دلوقتي مثلا لو الصم هنا مثلا عندي كام؟ الام مثلا هنا 16 والصم هنا هيكون، طبعا الصم هنا هيكون 2 عشان انا ماسك اول اليمنت. طيب انا محتاج بقى اكبر صم ما يعديش ال 16. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هشفط الار. طيب حجم الصم بتاعي كام؟ 7 صح؟ فاقول 7 زائد 2 هيديني 9. طيب هل انا عديت الام؟ مش انا لسه اصغر من او مش انا لسه اصغر من او بيساوي الام؟ مظبوط؟ تمام. فانا لسه اصغر من او بيساوي الام، هشفط الار برضه فهاخد ال 11. طيب ال 11 11 زائد 9 انا كده عديت الام، هل انا ينفع اخد دي معايا؟ هل ينفع اخد ال 10 معايا؟ لا. طب مثلا لو جيت مثلا زودت الام دي خليتها
27 مثلا، لو الاي ده 27 مثلا، لو انا خليت الاي 27، فانا دلوقتي الصوان بقى عندي كام؟ 9 زائد 11 هيديني 20. طيب انا لسه الصوم بتاعي ده اقل من 20 صح؟ اقل من 27 اللي هي الام صح؟ طيب انا برضه هشفت الار. طيب الار دي لما شفتها مثلا هيكون الصوم هيكون كام؟ هيكون 25. ده ينفع. طيب انا كده اكبر صوم جبته كام؟ 25 صح؟ طيب هل انا ينفع اخد الاتنين دي؟ اه ينفع تاخد عادي، لان انت برضه هتكون لسه بتيكوال او بتساوي 27، فهنا الصم هيكون 27. فانا كده وصلت ان الام دي الصم ده هيكون اصغر من او بيساوي 27. طيب انا هنا طبعا عشان هنا حققت الكونديشن اللي انا جبت اكبر صم خلاص. فانا مثلا في مثلا ممكن يكون عندي تيست كيس، لو جيت مثلا هنا قلت مثلا، خلينا نقول تيست كيس حلو. حداشر مثلا، لو الام ب 11، لو جيت قلت مثلا الام دي ب 11، ام ب 11، وهنا او خلينا نقول مثلا هنا 29 مثلا، وهنا اقول 15، وهنا اقول مثلا 6 1 3 8. طيب وهنا الام هتكون ب 10. طيب ايه اللي انا هعمله يا شباب؟ هوقف بوينتر ال ال هنا والار هنا. انا دلوقتي عايز اجيب اكبر صم بحيث ما يعديش يكون اصغر من او بيساوي الام، بحيث والالمنتس دي تكون كونتيجوس يعني جنب بعض، يعني ما ينفعش ادور على هنا بيرز اي بيرز، لا لازم كلهم يكونوا جنب بعض. فده بيخليني افكر في التو بوينترز. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ هشوف انا هدور على ال هفضل ممشي البوينترز بتاع الار ده لحد ما الاقي احقق الكونديشن بتاعي ده. فهنا مثلا انا واقف على 9 صح؟ طيب لو جيت مثلا احرك الار دي، هل انا عايز احرك الار بس ثانية، هنا ال وهنا ار. طيب انا هحرك الار دلوقتي، هل ينفع اخد ال 20 معايا؟ لا مش ينفع اخد ال 20 معايا. طب المفروض اعمل ايه؟ المفروض احرك الار ال ال، ساعتها انا مش هينفع، انا دلوقتي اكبر صم وصلت له 9 صح؟ طيب فهحرك هجيب ال ال هنا، وهنا الصم بتاعي 20، ده طبعا مش هينفع، فبرضه هحرك ال ال هنا برضه، ده اكبر من ال 10، فهحرك برضه ال ال هنا. تمام ال ال هتكون ماسكه ايه؟ ال 6. طيب ساعتها ال ال هتكون ماسكه ال 6 صح؟ وهنا اكبر صم انا جبته كام؟ طبعا انا لما بحرك ال ال، انا كل مره بعمل ايه؟ بقلل بطرح من الصم ده، يعني عشان انا هنا مثلا الصم هنا كان كام؟ ثانيه، خلينا هنا ثانيه، انا قلت هنا ال ال هنا وار، خلينا نقول التست احسن من ده. لو جيت هنا قلت 2 7 ماشي، 2 7 ده تست واحد. طيب معلش ثانية واحدة، عايز بس تست يوضح اللي أنا عايز أوصله. ماشي أنا هدور على إما بيساوي 10. حلو قلنا هنحط ال ال هنا وال ار هنا. طيب والصم هنا، هنا الصم بيساوي كام؟ 2. طيب أنا هفضل أنا عايز أجيب الماكسيمم صم بحيث يكون أقل من الإم أو بيساوي الإم، فهنا همشي الار، فالار هيكون هيساوي الاتنين زائد 7. تمام هنا هجمع بقى ده، هجمع الفاليو اللي ماسكها البوينتر ده، فهيكون كام؟ 9. طيب هل انا لو مشيت الار هاخد ده؟ ينفع اخد ده معايا؟ ينفع اخد الستة دي معايا؟ لا، لان هو هيكون ساعتها اكبر من الام، لان انا قلت ان التسعة زائد الستة فده 15، فده اكبر من الام اللي عندي، فطبعا مش هينفع احرك الار هنا، فساعتها هحرك ال يقف هنا، وهطرح من الصم دي كام؟ هطرح من الاثنين، عشان انا عايز اجيب اكبر صم، يعني بجرب انا دلوقتي اكبر حاجه وصلت لها 9 صح؟ طيب دلوقتي الصم بتاعي بقى كام؟ بما اني حركت ال، ممكن حد يقول لي؟
مظبوط، انا هطرح 9 ناقص 2 فهيكون 7. طيب هنيجي دلوقتي ايه، عايز احرك الار عشان اشوف الكونديشن بتاعي. طيب الستة زائد السبعة، هل ينفع السبعة زائد الستة دي تتحقق؟ يعني السبعة زائد الستة هيديني 13، وال13 دي اكبر من 10 اللي هي الام، فده مش هينفع. فساعتها هعمل ايه؟ هحرك ال هيجي هنا، وهطرح ال هيجي هنا، وهطرح الصم، هطرح السبعة، فالصم هيكون هنا زيرو ساعتها. طيب انا محتاج احرك ايه دلوقتي؟ الار، فالار هتيجي هنا. طيب الصم بتاعي هيكون كام؟ هيكون 6. طيب نجرب تاني برضو، هل انا ينفع اخد الواحد دي معايا؟ اه ينفع تاخد الواحد، لان 6 زائد الواحد هتساوي 7، والسبعة أقل من 10، فساعتها هاخد الواحد، فالصم بتاعي بقى كام؟ ب7. طب هل ينفع اخد 3؟ اه انت ينفع تاخد 3، لان انت كده دلوقتي سويت الام. فلما يجي ناخد 3 هتحرك الار، بما اننا خدنا الواحد فالار بقت هنا، وبعد كده هنحرك الار تاني وهناخد 3، فالصم هيكون 7 زائد 3 هيدينا 10. طب هل انا ينفع اخد حاجه تانية؟ هل ينفع اخد 8؟ لا، لان انت ال8 دي هتكون اكبر من ال10 دي، فالصم بتاعك هيكون 18، وانت كده كده اصلا خلاص وصلت للبيست انسر، لان انت كده جبت الماكسيما فاليو اللي هي مش بتعدي الام. حد مش فاهم الجزء ده يعني قبل ما نكتب الكود بتاعه؟ حد مش فاهم احنا عملنا ايه؟ كله تمام؟ طب اللي فاهم احنا عملنا ايه يرفع ايده؟ طيب يبقى ما فهمش ولا مش موجود؟ تمام. طيب طيب خلينا نكتب حاجة زي كده. انا قلت ان انا مش اللي انا هاخد السايز بتاع الاري، وهاخد اللي انا عايز الماكسيمم فاليو، يعني دي كانت المسألة بالظبط. يعني خلينا هنا قدامنا، خلي ده. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ خلينا دلوقتي اخدت الانبوت وخدت الام صح؟ طيب وقلنا ان انا محتاج انصر عشان اماكسمايز على الريزلت اللي بتطلع ده، هنا هسميه من. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه انا محتاج اعمل، انا مش عايز ال ال دي تعدي ال ان صح؟ يعني هنا ال ان ده اللي هو اخر اري، فانا مش عايز ال ال دي تعدي ال ان صح؟ فهنا هفضل ماشي. خلينا اعمل ال الاول، هعمل ال بتساوي 0 والار برضه هتساوي 0. طيب انا مش محتاج اخلي ال دي تعدي من هنا، فده كونديشن، فهعمل لوب وايل ال دي اصغر من ان صح؟ طيب ايه اللي احنا كنا نعمله؟ انا كنت بفضل بمشي الار او الرايت لحد ما الكونديشن، لحد ما اكسر كونديشن او اعدي الكونديشن ده صح. فانا اول حاجه هعملها ايه؟ هشوف، هعمل وايل الار دي اصغر من الان، انا مش عايز برضو الار دي تعدي الان خالص، يعني اخرها هتكون هنا، فهعمل اللي هو وايل الار اصغر من الان. تمام. ايه بقى اللي احنا كنا بنعمله؟ اللي انا كنت بعمله، اللي انا كنت قبل ما اجمع حاجه، قبل ما الار دي كانت بتجمع حاجه، كنت بشوف هل الصم اللي عندي ده زائد الحاجه اللي هجمعها اقل من او بيساوي الام. اه لو هي اقل من او بيساوي الام خلي اللوب شغال برضه. فهنا هقول لو هنا مثلا جيت عملت صم مثلا، والصم ده هيكون زيرو، فهقول هنا اند اند صم زائد الفيو في الار اقل من او بيساوي الام. تمام. طيب انا هنا كنت بعمل ايه؟ حد كده يفتح مايك ويقول لي انا كنت بعمل ايه هنا؟ اتفضلي. هو الصوت مش بيجيلي مش عارف ليه لما حد بيرفع هاند، فممكن تتكلم على طول عادي. طيب اسمعي، انت رافعه ايدك تقريبا؟ ثانية. طب اتفضل يا محمد. احنا كده هنبلص الار صح؟ مظبوط، وهجمعها على الصم اللي عندي صح؟ اه ماشي، فهقول صم زائد
الفيو في الار وهبلص الار صح؟ مظبوط اهو كده. تمام. واللوب ده هيفضل شغال لحد ما انا ابريك الكونديشن ده. تمام. طيب لما انا ابريك الكونديشن ده انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ماكسمايز الفالوز اللي جبتها صح؟ فاقول الانسر بتساوي الكونديشن ده هيفضل شغال لحد ما هوصل ان الار دي مش هينفع تعدي الاليمنت اللي بعديه. هقول الانسر هتساوي ماكس الانسر والسم. طيب في جزء ال ال بقى لو انا مثلا لو مش انا عشان عملت بريك الكونديشن فانا محتاج اخرج الاليمنت اللي ماسكه ال ال وشفتها واجرب بوسبل ويز ثانيه صح؟ فانا محتاج اعمل ايه؟ هطرح من الصم البوينتر اللي في الاول وحركه. ممكن احركه هنا بس ده كل الموضوع. انا برضو هرفع لكم كل الاكواد اللي كتبت دي عشان تتريسوا الموضوع. الموضوع يعني بسيط ولذيذ ما فيهوش اي حاجه، فممكن بس حد بيكون بيحب يتريس اكتر ويثبت لنفسه اكتر، فده كده كده هرفعها على ايديا وان يعني. طيب خلينا مثلا هنا نطلع الانسر. احنا كنا كاتبين كام؟ 2 7 6 1 3 8 6 ومش عايز اعدي 10 و2 7 6 1 3 8. تمام مظبوط. هو بالنظر كده هتلاقي ان الكونسيكتيف اليمنتس اللي بتجيب لك الصم ده هما 6 والواحد زائد 3، بس فكرة بقى انت هتبتدي تحرك البوينتر ازاي وايه الكونديشنز اللي هتخليك توقف البوينتر ده والبوينتر ده ما يتحركش. ده في الدايناميك يعني، هي ملهاش فيكسد سايز معين، ملهاش رينج مثلا معين او كده. انت بتبتدي انت اللي تحرك البوينترز وانت اللي تتحكم فيهم. حد مش فاهم الجزء ده يعني ما عنديش مشكلة عادي، اتفضل يا محمد. هو دلوقتي انا لو ال ال عدى ال r تمام، حلو. يعني مثلا جيت عندي اندكس لقيت الرقم بتاعي اكبر من اللي انا عايزه، طب جمعت، فانا ال r هتفضل مكانها مش هتتحرك، فانا هتحرك ال ال. فال ال لو عدى ال r انا بالماينس دايما ال ال، هت ماينس دايما ال ال. في الكود انا هنا ما بعملش بلس غير لل r تمام. مش هتفرق معايا كده كده يعني، مش هتفرق معايا خالص كده كده. الار هي اللي هتحكم، هي اللي بتتحكم في الرينج اللي انا ماسكه، فاهم؟ هي اللي بتجمع. انت كنت كاتب تيست دلوقتي كان فيها تقريبا 20، فكان الرقم مش ايوه، عارف. بس انا كنت المفروض اخرج يعني، لو كنت الصم بتاعي كان 20 صح، بس وانا بحرك ال ال كنت هطرح ال 20 دي، فهيكون عندي اللي انا هجرب الار برضه هتحرك وتجرب حاجات تانية، فاهمني؟ هيكون ساعتها الصم في زيرو وهجرب حاجات تانية، فاهم؟ بس انا قلت اجيب تيست يوضح لك اكتر. طيب تمام. لو حابب تجيب تيست ونتريس يلا بينا يعني. عندك تيست معين حابب تكتبه؟ لا هو اللي كان مكتوب الأول، بس أنا يعني فكرت كان لو حاليا اللي اصل بص زي ما قلت لك، انت مثلا انت قلت 20 19 انا مش فاكر، مثلا انت عايز هنا الام بكام مثلا؟ كان مثلا قبل ال 20 مثلا 1 و2 مثلا ماشي. تمام. وهنا بقى هيبقى اللي احنا بندور على التارجت بتاعها مثلا هيكون 9. 9 صح؟ طيب فانا كده الواحد والاتنين هيبقوا معايا تمام، بل يبقى كده الار عند الاتنين حلو والليفت عند الواحد. حلو. هل ينفع تاخد دي معاك؟ ايوه هي دي حلو. انت الصم بتاعك كام دلوقتي؟ 3 صح؟ 3. حلو. هل ينفع تاخد دي معاك؟ الار كده هتقف عند الاتنين والليفت هتتحرك. حلو. انت دلوقتي مش ينفع تاخد دي معاك صح؟ لا مش ينفع تاخد 20 معاك صح؟ فالليفت هتتحرك، وانا بحرك الليفت هطرح منها ده، هطرح من هذا، فالصم هتكون يبقى كام؟ كده 2. 2. طيب دلوقتي ال ال ار واقفين على 2 صح؟ اه هل هينفع تاخد ده؟ لا اول خلاص ساعتها هنعمل ايه؟ اللي هتتشاف حلو. خلينا هنا نقول هنا الصم بقى كام؟ كده الصم المفروض هيبقى بالسالب، بس انا كده لازم لا نحط الشرط الصم هيكون بزيرو يعني، انت هطرحت 2 بس. تمام. انا بنطرح ال ال، انا حاليا واقف حلو. دلوقتي انت دلوقتي مش هتعرف تحرك الار مظبوط؟ مظبوط. الار مش هتيجي هنا صح؟ لا وانا بطرح ال ال تمام، وهي ال ال واقفه عند ال 20، يبقى انا كده هماينس ال 20 مش هماينس ال 2. انت ماشي. انت عايز بقى تحرك التاني اتريشن صح؟
ماشي، هتحرك ال هتجيب ال هنا صح على الواحد، تمام. وهت ماينس منها 20 صح، هتكون سالب 20. حلو، طيب ساعتها ال ار واقف هنا صح، هتجيب ال ار هنا. ال ار دلوقتي هل ينفع تاخد ال ار؟ اه ينفع تاخد ال ار، لان سالب 20 زائد 20 بزيرو صح، اقل من الام. فدلوقتي ال ار واقف على 20 صح، وال ال هنا صح، ال ال هنا مظبوط. وال ار هنا. طيب دلوقتي انت بزيرو، هل ينفع تاخد واحد معاك؟ اه ينفع تاخده معاك. لا صم كمل بقى عادي. بالظبط، انت بتحركهم في السبيس ده، فاهم يعني، انت بتحركهم براحتك في السبيس ده. تمام كده. فهمت الجزء ده؟ اه وصلت كده. تمام. طيب حد عنده سؤال تاني؟ تمام. طيب ناخد بريك 10 دقايق ونحل مسائل، يعني انا هنحل الثلاث مسائل خلاص، السجن اصلا خلاص، فناخد بريك 10 دقايق ونرجع تاني، يعني نرجع 8:63 بالظبط. ماشي.
طيب باك المسألة دي كانت موجودة في اي سي بي سي الازهر، ممكن ما يكونش حد موجود في الجروب بتاعهم بس انا هشرحها على سكرين وثلاث دقايق كده مثلا ممكن تفكروا فيها، ولو حد جاله فكرة ممكن يقول لي كده المسألة بتقول ايه. انتوا شايفين السكرين صح والصوت واضح مظبوط؟ تمام. طيب المسألة اهي، تمام. طيب يا شباب كده حد ممكن يقول لي البروبلم بتقول ايه؟ حد عارف البروبلم ولا اتفضل يا محمد. هي المسألة عايزة إن احنا هنعمل للأري اللي عندنا هنعملها سورت جميل، مثلا بسايز ام حلو من واحد لحد الام لحد الام بلس 1، حلو وبعد كده اخد من الاثنين لحد الام، يعني هاخد اول رقم واعمل سورت لحد ام، واو بعد كده اخد ثاني رقم واعمل بلينس ام اعمل له سورت تمام وهكذا لحد ما اخلص. وبعد كده هيسألني ان هو البوزيشن بتاع مثلا الرقم كي هو رقم كام. اللي هو الاندكس ده بعد كل الاوبريشنز دي مظبوط. مظبوط. تمام. طيب حد عنده فكرة للحل؟ او خلينا مثلا، طب خلينا نقول البروبلم الاول. هو في واحد اسمه عماني وواحد اسمه مبارك، هما هيدونا اري حلو، وعايزنا نعمل هيدينا اري وفاريبل اسمه ام واندكس اسمه كي. تمام. هو عايز نعمل ايه؟ عايز كل مرة ناخد ام اليمنتس نعمل لهم سورت، بعد كده ناخد تاني ام اليمنتس وتالت ام اليمنتس ورابع ام اليمنتس، وبعد ما نخلص كل الاوبريشنز دي نطلع البوزيشنز بعد نطلع البوزيشن بعد الـ بعد السورتنج ده. فمثلا لو جينا نجربنا التست ده مثلا، هنا مثلا واحد اتنين واحد مثلا اتنين واربعة سبعة ستة تلاتة،
فهو والام بثلاثة تمام. هو عايز هيسورت اول ام، طيب دول اصلا سورتد، فخلينا نعمل كده، هيسورت اول دول. فدلوقتي الاري لسه زي ما هي كده، بعد كده هيسورت دول برضو، دول لسه سورتد، فالاري لسه زي ما هي برضو. وبعد كده ايه ده، وبعد كده هيسورت تاني ام اليمنتس، فهيسورت دول. فدول لما تعملهم سورت هيكون 1 2 4 6 7 و3. بعد كده هيجرب رابع ام اليمنتس، فهيكون ده. طيب لما تيجي نجرب ده هيكون الاري كده 1 2 4 3 6 7. وعايز ال عايز ال عايز بعد ما نعمل كل الاوبريشنز دي نختار نجيب نقوله الاليمنتس الموجود في بوزيشن 4 ده في ايه. فلو جينا نشوف هتلاقينا مثلا 1 2 3 4، فالاربعه موجود فيها 3، وده الانسر فعلا. حد مش فاهم المساله بتقول ايه؟ طيب كيرو انت كنت رافع ايدك تقريبا وعايز تقول الفكره للحل مثلا. لا ما كنتش فاهم السؤال بس فهمت كده. فهمته كده تمام. تمام. طيب حد عنده فكره للحل حابب يقول؟ ماشي. طيب لو جينا نفكر في المساله دي ونعمل زي ما هو بيقوله بالظبط، فعادي انا ممكن ماشي مثلا، يعني زي مثلا زي ما احنا خدنا، يعني هنا مثلا مش بتشبهه على اللي احنا هنا ده مثلا، ده عباره عن ايه؟ هو حدد لي ويندو او رينج صح. فهنا مثلا انا ممكن اعمل ايه؟ هنا مثلا ممكن استخدم ايه؟ سلايدنج ويندو صح. هنا مثلا ممكن استخدم سلايدنج ويندو. طيب مش حتى بعد ما استخدمت سلايدنج ويندو السورت، يعني لو انا مثلا جيت اعمل سورت كل مره وادي له رينجز مثلا يعمل منها سورت، فده هيتيل ايه طبعا. يعني لو جيت مثلا قلت له سورت لي اول 3 بعد كده تاني 3 اهو كده، ده هيجيب تايم ليميت. يعني انت السورت ده اصلا بياخد ان لوج ان، وهنا الكونسترينز كام؟ وان اي 6، والام دي ممكن تكون 1 اي 6 يعني، او ممكن تكون 2. فانت لو مثلا الام دي ب 2 وانت عندك السايز بتاع الاري دي 1 اي 6، انت كل مره هتقعد تعمل سورت ل 2 اليمنت، سورت ل 2 اليمنت، سورت ل 2 اليمنت، سورت ل 2 اليمنت لحد الاخر بقى. فده طبعا هيفي 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 لود يعني جدا، فده هيتيل ايه. ف اتفضل يا يوسف. هو انا يعني جت في دماغي مثلا فكره بس مش عارف صح ولا غلط. قول. طيب عادي. هو احنا ممكن نعمله يعني تو بوينتر زي ما احنا، بس كل بقى كل يعني ام اليمنتس نحطهم في سيت هي ترتبهم لوحدهم. طيب لو عندك ديوبليكيتس. طيب انت قربت جدا يعني صح، الله ينور. بس ممكن بدل الست دي نستخدم داتا ستراكشر زي الهيب البريورتي كيو يعني، ونخلي البريورتي كيو هي اللي تمشي لي على الاليمنتس. طيب خلينا كده نقول هنعمل حاجه زي كده ازاي. طيب يا شباب هنا مثلا لاحظوا ان هو مديني ويندو معينه يعني، والويندو دي عايز نعمل عليها حاجات. فهنا مثلا لو جيت قلت سوري كده 1 2 تمام. طيب لو انا مثلا هو عايز كل مره يسورت ام اليمنتس، طيب انا ممكن اعمل ايه؟ لو انا مثلا جيت استخدم البريورتي كيو، لو ما حدش عارف فهي الاليمنتس اللي فيها لما بيخش لها اليمنتس بترتبها من اكبر قيمه. يعني مثلا لو فيها لو دخلت لها 1 2 3 فهي هتخليها 3 2 1، والتوب بتاع البريورتي كيو هيكون التلاته دي. بس دي حاجه يعني البريورتي كيو دي جواها حاجه اسمها هيب، والحاجه دي بالظبط يعني نفس دي اسمها ماكس هيب، عشان كده اسمها بريورتي. يعني ده ليه اكبر قيمه فده ليه بريورتي اللي هو هيظهر اعلى. بس انا ممكن اعدي عليها واخليها مثلا من هيب، بعد عليها بطريقه معينه هتشوفوها دلوقتي اسمها من هيب. ف انا دلوقتي هعمل ايه؟ هو عايز صورت من الصغير الكبير يعني، فانا ممكن استخدم بريورتي كيو بنفس الطريقه، بس بدل ما هي ماكس هيب هخليها المين هيب ده. فهعمل ايه بالظبط؟ حد رفع ايده؟ اتفضل يا يوسف. ممكن برضو ادخل فيها الاليمنت بالسالب. انت ممكن تدخل فيها، ممكن تدخلوا الاليمنتس بالسالب، اللي هي مثلا الاليمنتس وهي داخله تكون سالب 3 سالب 2 سالب 1. فهي هنا هيرتب طبعا السالب 1 هو الاول، وانا بخرج الاليمنتس هيكون كده بالظبط، سالب 1 سالب 2 سالب 3. ده هيكون في البريورتي كيو.
التوب بتاعها هيكون سالب واحد، ولما يجي اخرجه هضربه في سالب واحد تاني فهيرجع لقيمته واحد اتنين تلاتة. بس انا مش بحب الطريقة دي قوي عشان انت ممكن تصعب حاجة كده، فمش لطيفة قوي صراحة. طيب انا هعمل ايه؟ مش هو قال لي السايز ام، يعني هو قال لي السايز بتاع الرينج اللي انا عايز اعمله صورت ام صح؟ فانا ممكن افكر في السلايدنج ويندو هنا. السلايدنج ويندو هعمل ايه؟ انا ممكن استخدم البريوريتي كيو مع السلايدنج ويندو اللي انا اعمل ايه؟ هنا ادخل اول ام اليمنت صح؟ يعني هدخل في البريوريتي كيو اول ام اليمنتس، فالبريوريتي كيو هيكون فيها كده 1 2 4. طيب لما انا اجيب تاني ام لما انا اجيب تاني ام اليمنتس ايه اللي هيحصل بالظبط؟ حد كده يقول لي؟ لو انا هاجي اشوف بقى الويندو دي ايه مثلا اللي ممكن يحصل؟ حد يقول لي؟ الليفت هيطلع وهندخل من الرايت صح؟ بالظبط، انت هتطلع الاليمنتس ده وتدخل الاليمنتس الجاي صح؟ اه طيب بس انا برضو يعني دلوقتي انا محتاج برضو اسيف دول، يعني اسيبهم عندي صح؟ فممكن اعمل فيكتور واحط فيه الاليمنتس تطلع لي صح؟ فانا هستخدم البريوريتي كيو هنا اللي انا اخليها تسورت لي الرينجز دي، والبريوريتي كيو بتاخد لوج ان، يعني انسرت لوج ان، وفي نفس الوقت انا مش كل مره همشي صورت الرينجز بالبيلت ان فانكشن، لا انا بخلي البريوريتي كيو هي اللي بتعمل لي صورت. طيب خلينا كده نشوف. لو هنا مثلا زي ما التست غالبا اتغير 1 2 4 7 6 مظبوط. طيب دلوقتي انا جيت دخلت اول ام اليمنتس في البريوريتي كيو فبقت كده صح. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هشوف الويندو التانية، فهشوف الويندو دي، الويندو دي هيكون فيها ايه؟ ودول هسيبهم في اري، يعني دلوقتي بقى هيكون مثلا عندي اري هنا كده مثلا يكون فيها واحد والاثنين والاربعة تمام. طيب وده البريوريتي كيو، البريوريتي كيو مثلا دلوقتي هنعتبره اللي هو فاضي، هنعتبره اللي هو فاضي بس هو مش فاضي، هو فيه الاليمنتس دي. طيب انا هعمل ايه؟ هخرج ده صح؟ يعني الويندو الجاية انا هعمل ايه؟ هخرج ده قصدي، وهدخل ايه؟ السبعة مظبوط. فالبريوريتي كيو بتاعي هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه اتنين أربعة سبعة. طيب تالت ويندو هجيب ده كده. طيب أنا هعمل الأري دلوقتي أصلا بقت كام؟ ثانية احنا دلوقتي عملنا صورة ده صح؟ بقت واحد اتنين واحد اتنين أربعة زي ما هي. بعد كده عملت صورة ده، لما أنا هعمل صورة ده برضه هتكون زي ما هي. فكده البريوتي كيو دلوقتي فيها اتنين أربعة سبعة. طيب أنا محتاج أجرب تالت ام اليمنتس، فهنا هاجي أجرب. انا دلوقتي هخرج ده، هو انا كنت بخرج ده، لما اخرج الاثنين فهخرجه من البريوتي كيو، فلما اجي اخرجه هخرج التوب كلمت. طيب هشيل هعمل بوب، هعمل بوب واخرجه. طيب دلوقتي البريوتي كيو فيها 4 7 صح، وانا دخلت اليمنت. طيب 4 7 4 4 7 6 4 7 6. طيب دول مش سورتد صح، فهعمل لهم سورت. فلما تيجي تدخل 6 في الاري البريورتي كيو عشان هو جواه 3 يعني، فهو هيظبطها وهيصورتها لي، هيكون كده بالظبط. هو مش بيكتب ليه؟ فدلوقتي البريورتي كيو فيه 4 6 7 صح؟ طيب وبعد كده هعمل ايه؟ انا دلوقتي انا كنت خرجت ايه قبل ال قبل البريورتي كيو؟ انا كان عندي 1 2 4 تمام، والاثنين موجود. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ احنا عملنا بوب للاربعه، ما عملناش بوب للاربعه. طيب دلوقتي هياخد الويندو الجديده دي اللي هي 7 6 3. طيب ال 7 6 3 دي مش سورتد، فالبريوريتي كيو هي سورتها. فاول حاجه هخرج الاليمنت ده صح، وهدخل الثلاثه. طيب لما اخرج ده هيطير من البريوريتي كيو، هعمل له بوب وهدخل الثلاثه. لما الثلاثه تدخل هنا هتكون 3 6 7 صح، فهنا الاربعه برضو هتكون هنا. طيب دلوقتي البريوريتي كيو فيه كام اليمنت؟ 3 6 7 صح، وانا دلوقتي خلصت خلاص كل الام اليمنتس. فلو البريوريتي كيو مش فاضي انا هبتدي احط الاليمنتس دي هنا، فهتكون 3 6 7. لو جينا نشوف الكي اللي هي في بوزيشن 4 هتكون 3. حد مش فاهم اللي انا عملته؟ وضحت الفكره اللي احنا هنعملها. انا استخدمت البريوريتي كيو بحيث اللي هو يسورت لي الرينجز دي. حد مش فاهم قبل ما اكتب الكود؟ طيب تمام.
طيب خلينا نكتب اللي احنا قلناه ده. هو دلوقتي هيدينا ال و ان و ام و جي مثلا. تمام. ومحتاج الفيكتور وبرضه هحتاج كده فيكتور احط فيه الاليمنت اللي انا بخرجها دي عشان اقدر اجيب منها الاليمنت في الاخر زي ما هنا بالظبط. ده الفيكتور اللي اسمه عنصر. طيب ومحتاج بريورتي كيو، بس هنا البريورتي كيو ده هيسورت من الكبير للصغير فانا محتاج اعدله. فبكل بساطة يعني هو بيعدل نفسه ازاي؟ تديله انت اري بالشكل ده وبتعمل جريتر بالظبط كده. ده كده هيسورت من ال smaller to bigger. طيب ناخد ال input. طيب انا هنا محتاج اعمل ايه يا شباب؟ حد كده يقول لي محتاج هنا اعمل ايه؟ فاكرين السلايدنج ويندو والفيكسد كنا بنمشيها ازاي؟ هنا اول حاجة هنحتاج اعملها عملية. تمام هدخل ال M element صح؟ هدخل اول 3 M element فهنا هعمل كده. طيب ال priority queue كنا بنقول dot push وهدخل اول M element. جميل. طيب بعد كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج امشي اجيب الويندوز الثانية بنفس الطريقة برضه. همشي اجيب الويندوز الثانية M لحد ال N. طيب احنا كنا بقى يعني لما انا كنت بجيب ال تاني ويندو كنت بعمل ايه؟ كنت بخرج اول حاجه بخرج الاليمنت من بريت كيو صح؟ ما انا مش محتاج الاور، انا بمشي ماشي. هو نفس الفكره يعني، هي برضه نفس الفكره، بس انا هنا انا بخرج الاليمنت وبحطه في الاري بتاعت الانسر اللي هي فيها الاينتيز بتاعت الاوبريشنز وبدخل وبطلعه من بارتي كيو. فهنا اول حاجه انا محتاج اعملها ايه؟ قبل ما امسح اي حاجه انا محتاج اول حاجه ادخل الاليمنت اللي انا هطيره من بارتي كيو، فهدخله مثلا في الانسر دي. هيكون قصدي البارتي كيو توب. هنا مثلا البارتي كيو في اول حاجه هنا هو في ايه؟ لو على السامبل اللي عندي هو دلوقتي فيه 1 2 4 صح؟ فانا محتاج ادخل في الانسر البريوتي كيو دوت توب ده عشان انا دلوقتي كمان شويه هطيره وادخل اليمنت جديد صح؟ هدخل ايه؟ السبعه مظبوط؟ فانا اول حاجه هدخله هنا في الاري وبعد كده هعمل ايه؟ هطير الاليمنت، هطيره من الاري. يعني هنا البريوتي كيو حاليا فيها كان فيها كده فانا دلوقتي طيرته صح؟ بعمل بوب. طيب دلوقتي الاليمنت الجديد ده هيخش في بريوتي كيو مظبوط؟ عشان يسورته لي. فانا دلوقتي دخلت الاليمنت الجديد ده في البريوريتي كيو. طيب كان في عندي ايدج كيس اللي انا خلاص لو انا خلصت كل الام ويندوز فهيكون عندي في البريوريتي كيو ايتم صح؟ ازاي نخرجهم من البريوريتي كيو؟ ممكن بكل بساطه مثلا نعمل وايل لوب ونقول له وايل البريوريتي كيو دي مش امبتي، انا هحط في الانسر ده البي كيو دوت توب وطير وفضي بريورتي كيو زي في الكيس اللي احنا وصلنا لها في الاخر. اللي احنا عندنا هيتبقى في الاخر 3 6 7 صح؟ كانت بقى 3 6 7 فدول انا محتاج ادخلهم هنا في الاري في الاري بتاعت الانسر فحببهم البريورتي كيو وادخلهم في الاري بس. طيب وفي الاخر انا محتاج اطبع ايه؟ الانسر والكي ماينس 1 عشان هو هنا كان شغال 1 بيست واحنا شغالين 0 بيست. ممكن نجرب. في ايرور. طيب اربعة ده غلط. ايه اللي احنا عملناه غلط؟ لو انا جيت مثلا اطبع الانصر دي انا دخلت واحد زيادة صح؟
اه ده تيست كيسز. اوكي ما خدتش بالي في تيست كيسز، معلش. المفروض لو دخلته كده هيكون مظبوط. هنا هو هنا طبعا خلينا احط التست كيسز. هو في تست كيسز يا شباب، يعني ما خدتش بالي. فانا سي ان تي وايل تي تي ماينس ماينس، نجيب ده كده كله على جوه. تمام طلع ثلاثة مظبوط. طيب حد مش فاهم حاجة في الكود قبل ما نصمت؟ حد عايز يتكلم في حاجة؟ فهمتوا المسألة ولا؟ طيب تمام. خلينا نصمت المسألة دي. شباب انتوا سامعيني ولا في لاج في الصوت؟ سامعينك. ماله ده؟ تايم ليميت اكسيدد 64. ليه تايم ليميت؟ وان اي 6. هو باشمهندس، فاست. هو احنا مش المفروض لما نيجي نعمل للفاريبلز كيوب مش بنبص التايب بتاع بتاع الجريتر؟ ايوه انا عملت كده. تمام هي جابت جابت اكسبت الشباب. هي كانت جايبه تي ال اي عشان انا ما كنتش ضايب الفاست انبوت. الفاست انبوت ده لو محدش عارفه فهو بيسرع عمليات الاي او اللي هي الانبوت والاوتبوت. ف تبقوا ضيفوها على طول يعني، عشان انا خدت تايم ليميت عشان انا ما كنتش ضايفه. وهي كان في تيست كيسز كانت ممكن توصل ل 1 اي 6. فهو لو قدامي تيست كيس وكل واحد 1 اي 6 فده هيجيب تي ال اي وانا باخد الانبوت اصلا، فده لازم تضيفه الفاست انبوت يعني. تمام. طيب حد مش فاهم المسألة؟ أنا هنا ضفت الجريتر أهو يا محمد. ايوه المفروض انا سؤالي هنا في الجريتر كنت بنبص التايب في التوصيل بتاع الجريتر. مش لازم أعتقد، هو أنت لو بصيته هيقول لك ملوش لازمة يعني. اه عادي يعني، اه في حاجات كانت بتجيب عندي ايرور لازم احط التايب يعني. هقول لك لو أنت غالبا عامل كده بير مثلا لازم تحط التايب. ماله ده؟ اه يعني بص هو في حاجات لازم تحط فيها التايب. يعني مثلا لو عندك بير مثلا زي كده مثلا المفروض تعرفه التايب، او ممكن حسب بقى الايدن انت هتشتغل عليه مثلا يعني. يعني هنا برضو هو جايب بير كبير ده مظبوط. اه هو هيجيب تايم ليميت دول ماشي فاهمني. يعني ده هيكون شغال، ده مش هيجيب تايم ليميت سينتاكس ايرور ده تمام يعني. بس مش لازم لازم تعرفوا الفالو يعني. تمام تمام ماشي. طيب حد مش فاهم السؤال ده؟ تمام بالنسبة لكم. طيب كان في كده برضو مسألة لذيذة على الكود ممكن نشوفها. طيب ممكن تقروا المسألة كده في 3 دقايق، ممكن حد يقول لي أو دقيقتين يعني يقول لي إيه هي مثلا.
طيب يا شباب، كده حد ممكن يقول المسألة بتقول ايه؟ تمام، اتفضلي. هو بيدينا array وعايز السايز بتاع أصغر حاجة تدينا التارجت اللي هو يدوم أصغر يعني أصغر سوبر أري. أصغر سب array اللينس بتاعها كام يدينا يعني مجموعه يدينا التارجت اللي هو عايزه. تمام جدا. طيب يا شباب، المسألة بتقول أنا هو اللي هو هيديك أري، تمام، وتارجت، حلو، وعايز أقل لينس أو أقل سب أري بيجيب لي التارجت ده. فمثلا لو جينا بصينا في أول مثال، لو احنا مثلا بصينا ف2 و3 و1 و2 ده ب7 صح؟ هيديك التارجت، بس ده اللينس بتاعه كام؟ 4. طيب هل في حاجة أحسن بتديك 7؟ الأربعة زائد تلاتة هتديك 7، بس اللينس بتاعها 2. نفس الكلام هنا، التست ده تارجت 4، فأقل صوب أري هيديك 4، هو الإيلمنت ده أو الإيلمنت ده. هنا التارجت مثلا ب11، ودول 1 2 3 4 5 6 7 8 مجموعهم 8، فمش مفيش تارجت، مش راضي يجيب، مفيش ما وصلش للتارجت، فطبعا زيرو. حد مش فاهم السؤال؟ طيب حد عنده فكرة للحل يقول. اتفضل يا محمد. احنا هنا ممكن بقى نستخدم تكنيك الديناميك سلايدنج ويندو. تمام جدا، الله ينور، هو ده فعلا اللي احنا ممكن نستخدمه. طيب ليه احنا فكرنا في حاجة زي كده؟ لأن أنا هو ما طلبش مثلا مني ويندو، وليه برضو رحت أفكر في التو بوينتر عموما؟ لأن هو جه قال لي أنت عندك سب أري، والسب أري دي الإيليمنتس فيها كونسيكتيف، وكمان أنا هو عايز يمينيمايز حاجة ويجيب والإيليمنتس اللي جنب بعض دي تجيب لي سم معين. فأنا بروح أفكر في التو بوينتر، فأنا برضو ممكن افكر في الديناميك سلايدنج ويندو يعني. طيب هل عندك فكرة الحل مثلا؟ حد عنده فكرة الحل لو حاب يقولها مثلا؟ ايه، اتفضل. ممكن بقى نمشي بالتو بوينتر، مثلا نخلي الليفت والرايت عند اول عنصر ونمشي بالرايت. جميل، تخليها تعمل ليفت ورايت، حلو، ماشي. هنمشي بالرايت وعايز اول حاجة انت هتشوف وعايز تمشي بالرايت صح؟ همشي بقى بالرايت اقل من ان برضه والطول. بس انت اول حاجة انت محتاج ايه بالظبط؟ انت محتاج تكيب تراك على ايه؟ الصم صح؟ الصم هبقى معايا صم، يعني ايه الكونديشن هيوقفك الصم صح؟ فممكن هنا مثلا نعمل صم. انا اوصل للتارجت. وايه الصم؟ انت بقى هتفضل ممشي الارض دي لحد امتى؟ لحد ما اوصل للتارجت. حلو، تمام. هنا بقى ايوه كده هيبقى عن ابديت الصم، الصم بلس ريكوال حلو. دي مثلا ومحتاج تعمل ايه؟ محتاج تمشي الار صح؟ بس طيب هو ايه؟ كده انا اول ما اوصل للتارجت همشي البلس الايه ليفت، عايز ماينس من السم، هات ماينس السم، ايوه وتزود ال صح؟ مظبوط. طيب هو اصلا في ال... هو اصلا كان طالب مني ماكسمايز الانس همن هن هنت من هت مينيمايز صح؟ مينيمايز طيب خلينا مينيمايز مثلا. طيب جميل جدا. انا هنا محتاج ايه؟ يعني خلينا نشرحها على الوايت بورد احسن. اول 2 3 1 4 3، 2 3 1 2 4 3. جميل. طيب هو قال محمد قال احنا هيكون عندنا بوينتر ال اور، وكل مرة هيعمل ايه؟ هيكون عنده صم، حلو، مبقاش بيرجع ليه. طيب هيكون عنده صم. طيب دلوقتي انا عارف التارجت بتاعي كام؟ 7. هو عايز الصب اري اللي فيها بالظبط greater than or equal target، هو عايز المينيمم صب اري اللي هي تكون greater than او بتساوي التارجت، تمام. طيب بس اقل صب اري،
واقل صب اري معناها اقل لينس. طيب دلوقتي الصم كام؟ دلوقتي الصم 2. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ هجرب هفضل ماشي. دلوقتي الصم بتاعي 2 والتارجت بتاعي 7، وانا محتاج اجيب اقل صب اري بحيث يكون ال values اللي فيه اكبر من او بيساوي التارجت ده. طيب خلينا مثلا نعمل المين دي هيكون شايله اللينس، او خلينا نخليها اللينس مثلا خليتها هنا اللينس. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ همشي الار صح؟ فالصم بقى كام؟ بقى 5 اللي هو 3 زائد 2. طيب هل انا برضه لسه الصم بتاعي ده اقل من التارجت؟ هو اقل من التارجت. طيب همشي كده 1. طيب الواحد زائد 5 هيكون 6. طيب اول تست ده 2 3 1 2 1 2 4 3. طيب دلوقتي الصم بتاعي كام؟ 6 صح؟ طيب انا بدور على ايه؟ انا بدور على اري يكون الصم إيه؟ بدور على صب اري يكون الصب اري ده الصم بتاعه اكبر من او بيساوي الكي، مظبوط؟ طيب الاثنين دي اخدها معايا؟ انت ممكن تاخدها معاك. بس انا كده عديت مثلا التارجت صح؟ فساعتها محتاج اعمل ايه؟ محتاج امينيمايز. دلوقتي اللينس اللي انا واقف عليه ده، لو الارجت هنا اللينس اللي انا واقف عليه ده كام؟ ده بيقول حاجه ار ناقص ال صح؟ اللي هو لو عايزين نجيب اللينس ده هيكون كام؟ الار ناقص ال اللي هو 3 ناقص 0 اللي هو 3 0 1 2 3 ماشي، فهو 3. طيب ده اقصى لينس انا وصلت له، او 4 يعني، خلينا 4 او 3 مش تفرق. 0 1 2 3. طيب خلينا هنا. طيب دلوقتي الصم بتاعي كام؟ 8. طيب انا محتاج اعمل ايه بعد كده؟ همشي ال ال هدور على صب اري تاني فهمشي ال ال، فالصم هتكون كام؟ 8 ناقص ال 2 اللي هي هتساوي كام؟ 6. طيب لما انا بقول 8 ناقص 2 والادوات اللي لسه انا جبت 3 صح؟ طيب انا محتاج اعمل ايه برضو بعد كده؟ هل ال 2 زائد ال 4 دي هتكون اكبر من التارجت؟ هتكون اكبر من التارجت، لان انا لو جمعت ال 6 زائد ال 4 ومشيت الار هتكون 10. بس انا برضو محتاج اشوف هل في لسه في صب اري موجود يكون اللينس بتاعه اقل ولا لا؟ فهمشي ال كده. طيب الصم هيكون كام دلوقتي؟ شباب حد يقول الصم هيكون كام؟ 6 ناقص 3 صح؟ طيب هل ينفع احرك الار واخد الاربعه؟ ينفع تحرك الار وتاخد الاربعه، ساعتها اللينس هيكون كام؟ ثلاثة والصم 7. الصم بتاعك 7 صح؟ واللينس هيكون كام؟ 3. حلو، برضه انت هتيجي من مايس برضه هيكون اللينس هو 3. سوري، هو اللينس هنا كان في الاول 4 دلوقتي بقى 3. طيب دلوقتي الصم بتاعي 7. طيب دلوقتي انا محتاج اشوف هل في صب اري يكون برضه لسه صغير ولا لا؟ طيب يكون اصغر منه او بيساوي الصم بتاعي 7 واللينس بتاعي يكون صغير، اكبر قصدي اكبر من الصم بتاع الصب اري ده يكون اكبر منه او بيساوي 7 اللي هو الترجي. طيب هل ينفع اخد التلاته دي معايا؟ انا مش في مصلحتي اللي انا ازود الار دي، عشان انا لما بزودها انا كده باخد اليمنت معايا في الصب اري فبزود اللينس بتاعه. فانا ممكن اجرب اقلل اجرب اشفت ال دي واقلل الصم بحيث ابتدي اخد اشوف لو في صم تاني انا هجيبه اللينس بتاعه يكون اقل. فلو جينا خرجنا الاثنين احنا كنا فين فين؟ على الاثنين على الواحد، هو فين هنا؟ احنا هنا قلنا 7 1 2 4 دلوقتي على الاثنين. والصم بتاعي كام؟ الصم بتاعي 2 و4 و3. دلوقتي 2 و4 حلو، الصم بتاعي كان احنا قلنا 7. طيب هل انا ينفع احرك الار؟ لا، فساعتها لو انت حركت الار هتكون اكبر من 7.
وانا مش مصلحتي ان انا احرك ده، فعشان انا لسه بدور على element بيكوال ل7، فساعتها هحرك ال. فلو جينا طرحنا ال ال دي ناقص ال كومتر ناقص ال7 هيكون 5. طيب دلوقتي انا واقف على ال على ال ال بكام؟ ال ال والار ب4. طيب لو انا جيت احرك ال ار، هل ينفع اخد ال element ده؟ اه ينفع اخده. لا مش هينفع اخده لان الصم بتاعي هي 5. احنا غير حسبنا الصم غلط هنا، احنا كنا واقفين فين؟ اما احنا كنا واقفين لو جينا هنا احنا حسبنا في حاجة عملناها غلط. احنا كنا واقفين الار كانت واقفة عند الـ4 صح؟ والـ L كانت واقفة هنا. الار كانت هنا والـ L كانت هنا، والصم بتاعنا كان كام؟ والال كان الرابع ايه؟ اللي كانت عند الواحد. حلو، والصم بتاعنا كان كام؟ كان 7 تقريبا. فمش الليفت كانت على الواحد والرايت كانت على الأربعة والصم كان 7 ساعتها. حلو. فدلوقتي انا زي ما قلت مش محتاج احرك ده، يعني انا بحاول امينيمايز اللينس. فلما انا بحاول امينيمايز اللينس انا هحرك ال ال، فال ال هتكون هنا، فهطرح واحد الصم هيكون ب6. حلو، بعد كده هعمل ايه؟ محتاج اعمل ايه؟ هشوف هل ينفع برضه احرك الار؟ لا مش ينفع احرك الار، فساعتها هقلل كام؟ هقلل الاثنين. هقلل هحرك ال ال برضه، فساعتها ال ال والار هيكونوا واقفين على 4، وهخرج الاثنين فهتكون 4. طيب دلوقتي ال ال والار واقفين عند 4 صح؟ 4 هنا ال ال والار. احنا في حاجة عملناها غلط في الأول تقريبا. احنا في حاجة عملناها غلط في الأول. ثانية، لو أنا جيت حركت ده هنا مش هينفع أخده معايا. احنا في حاجة عملناها غلط في الأول شوية. خلينا كده بس نرجع سريعا. هو كنا جامعين الصم بخمسة. بص ثانية. قلنا 2 1 2 3 1 ليه بس كده عشان ايه ما انتهوش. احنا قلنا 2 3 1 2 4 3. طيب احنا قلنا هنثبت ال ال هنا وال ار هنا، وعندي صم في حاجة عملها غلط، والصم هنا ب2. مش وهنا عندي المن ده اللي هو هيكون هو اللي هيكون شايل اقل لينس. طيب دلوقتي احنا قلنا احنا متفقين ان احنا هنحرك الار لحد ما هو يكون اقل من التارجت. طيب هبتدي احرك الار، ابتدي احرك الار. طيب هل الاتنين زائد تلاتة دي اقل من التارجت؟ التارجت بتاعي 7. طيب هنا هيكون 5. طيب هل ينفع 5 زائد 1؟ ينفع، فهيكون اقل من التارجت، فهياخد ده معايا. انا هعملها بسرعة بس. طيب هل انا ينفع اخد الاثنين؟ لا، لان انا مش انا مش انا ممكن انا ممكن اخدها، بس انا عايز اجيب اقل صم بيكون ايكوال ل7، يعني بحاول امينيمايز. فهنا انا هسيب الار زي ما هي عشان انا مش في مصلحتي احركه كده، فهكبر اللينس ده، فانا هسيبها زي ما هي واشوف في البوسيبل ويز تاني. فهنا هجيب هنا احرك ال ال الار زي ما هي كانت هنا، فاحرك ال ال، فساعتها الصم هيكون كام؟ هيكون 4. طيب هل ال ار دي ينفع تاخد 2؟ ينفع تاخد 2، فهيكون 6. طيب هل ال ار ينفع تاخد 4؟ لا، ده هيكون اكبر من التارجت بتاعي، فساعتها هجيب ال ال هنا، الصم هيكون كام؟ 6، لان انا خرجت هطرح منها ال 3. طيب هل ينفع ال ار دي برضو تاخد ال 4؟ لا، فساعتها هجيب ال ال هنا وهخرج الواحد، فالصم هيكون كام؟ 5. دول كمان حلو. طيب الصم 5 صح، والار والال واقفين هنا، هل ينفع ناخد ال 4 دي؟ لا برضه، فساعتها هحرك ال ال هنا، والصم هيكون كام؟ 3. طيب
انا كل مره كنت بنمايز اللينس، فانا كانت اقصى حاجه كنت وصلت لها 3 صح. طيب ثانيه، هو الصم عدى ال7 فين؟ ثانية. تمام. في حد راح يدو؟ اتفضل يوسف. واحنا ليه في التيست كيس لما كان واحد واتنين واربعة، كان تقريبا 3 و1 و2 و4، ليه ما خدناش في بص بص ثانية ثانية، عشان أنا أصلا مشيت غلط، أنا نسيت أمينيمايز ال، معلش ثانية واحدة هعملها بسرعة. 2 واحنا قلنا 2 و3، 2 و3، 1 و2 و4 و3، وقلنا هنا نحط ليفت ورايت، وهيكون هنا عندي المين لينس والتارجت. تمام. انا اللي انا بدور عليه ايه، انا عايز سب اري الصم بتاعه ده يكون اكبر من او بيساوي التارجت، بس السب اري ده يكون اللينس بتاعه زيرو، اقل ما يمكن، قصدي السب اري يكون اللينس بتاعه اقل ما يمكن صح. فاللي انا هعمله ايه، يعني احنا قلنا هيكون عندنا صم، ثانيه يوسف وهرجع لك. الصم دلوقتي كان باتنين صح، فهل انا زي ما قلت لكم، انا مش مصلحتي احرك اكبر رينج بتاعي، انا بحاول امينيمايز، فانا بفكر فيها جريدي شويه. طيب دلوقتي هنا الار صح. لما اجي هنا مثلا هاخد الصم ب2، هحرك الار، فالصم هيكون ب5. طيب لما الصم يكون ب5، انا هفضل ماشي لحد ما يكون الصم ده اقل من التارجت. طيب هل ينفع اخد الواحد معايا؟ اه ينفع تاخده معاك، فهنا ده هيكون 6. طيب هنيجي هنا نشوف، هل انا ممكن اخد الاثنين؟ اه انا ممكن اخد الاثنين. ثانية لا، انا التارجت بتاعي احنا قلنا التارجت 7، السم كان ب7. اه لا انا مش هاخد الاثنين، او ثانية ممكن، مظبوط ثانية ثانية مظبوط. ثانية انا هاخد لا لا هقول لك انا هاخد الاثنين، عشان انا بدور، احنا قلنا جريتر صح، هو 1000 في المسألة جريتر. انا تمام اقل اكبر منه يساوي تمام تمام انا هاخد الاثنين معايا، فالصم هيكون بكام؟ ثانية، الصم هيكون 8. طيب انا دلوقتي بقيت جريتر زان الفاليو صح، فمحتاج ابديت ايه؟ اللينس بتاعي، فهبديت اللينس بتاعي، فدول كام؟ 4. طيب دلوقتي انا بقيت اكبر من جبت اللينس، ودلوقتي اللينس اكبر حاجة وصلت لها 4 صح؟ طيب هعمل ايه بعد كده؟ هجرب اخد دلوقتي انا بقيت 8 صح؟ هل انا ينفع اخد دي؟ لا، فهحرك ال، يعني انا هقلل بقى. دلوقتي انا وصلت ل7 وجبت فعلا valid sub array، بس انا هجرب بقى اقلل الرينج بتاعي، فهجيب هحرك ال، فهطرح ال ناقص ال 8 ناقص 2، فالصم هيكون ب6، ودول باي. طيب هل انا عديت ال7؟ لا. طيب انا ما عدتش ال7 صح، فهاخد ده معايا، هحرك الار، فدلوقتي الصم بتاعي بكام؟ بقى ب10. طيب اقصى لينس انا جبته كام؟ برضو 4. طيب انا محتاج اقلل الرينج، فهشفت الليفت، فالصم بتاعي هيكون كام؟ هيكون 7. تمام كده الصم بتاعي هيكون 7، وانا اقصى حاجه جبتها 4. تمام. طيب هل انا ينفع اخد التلاته معايا؟ لا، فساعتها هحرك ال، بس قبل ما احرك ال انا همينيمايز ده، فدلوقتي ده بقى كام؟ بقى 3. طيب ساعتها بقى الصم بتاعي بقى ب7 صح، وانا محتاج اعمل ايه؟ برضه مش هاخد الاليمنت ده، هقلل الرينج بتاعي، فالصم هيكون كام؟ ب6.
دول برا. طيب احنا قلنا الصم بتاعنا هيكون كام؟ احنا قلنا هنا اصطادنا الستة، هي الستة كانت معانا ولا ستة وصلنا. وبعد ما طلعنا الواحد صح؟ اه تمام. خليها هنا، خلي الستة هنا. حلو، هل انا ينفع، هل انا الستة اقصى حاجة تطلع صح؟ طيب انا برضو محتاج اشوف فاليد سبري، فهحرك الرايت. فدلوقتي الرايت بقى واقف على 3 صح؟ فدلوقتي الصم بقى كام؟ 9. طيب انا دلوقتي الرايت وصل لاخره صح؟ طيب الليفت بقى، يعني دلوقتي الرايت وصل لاخره صح؟ واقل حاجه وصلت لها اللينس كام؟ 3. طيب اللينس هيكون هنا كام؟ اللينس هيكون 3 برضه. طيب ساعتها بقى انا هعمل ايه؟ هحرك الليفت، فالصم هيكون كام؟ 8 7. لا هيكون 7. طيب يبقى كده اقل لينس مستوره كام؟ 2، وده فعلا الانسر اللي موجود في التست كيس ده، كده اقل لينس مستوره. معلش بس انا اتلخبطت، بس ده انا ما خدتش بس بالي من دي. فده كده اقصى حاجه انا هقدر اوصل لها ان اللينس بتاعها هيكون 2. حد مش فاهم اللي انا قلته؟ طبعا ما خدتش بالي، بس حد مش فاهم اللي انا قلته؟ تمام. طيب محمد كان قال ازاي هنمشي على الاري، بس كان في حاجه بس صغيره، احنا قلنا ان احنا بنجمع الصم. تمام. طيب انا محتاج اعمل ايه لما انا اوصل لاكبر صم، لما انا اعدي التارجت؟ محتاج مينيمايز على اللينس صح؟ اقول المين هيساوي، او خلينا نسميها لينس. حلو، نسميها لينس ونخليها انت ماكس. طيب اللينس ده بقى همينيمايز، فهقول لينس وار ناقص ال، وهنا انا بخرج الاليمنتس عشان بحاول اشوف بوسيبل ويز ثانيه. طيب ده هيكون شايل اقل لينس. هو قال لي لو مفيش حاجه بتفاليديت ده، يعني لو ما عنديش سب اري بفاليديت ده زي ده مثلا، ده الصم بتاعه هيكون 8 وده 11، فساعتها اصلا قيمه اللينس دي مش هتتغير، تفضل انت ماكس صح. فانا ممكن اعمل اف كونديشن، هقول له هو عايز يرجع انت، لو محدش عارف ليه الكود، فهو بيديك الفانكشن جاهزه والانبوت، وانت بس تكتب الكود وبترجع له الاوتبوت اللي هو عايزه. فانا هرجع له لو المين ده، لو الانس ده بيساوي الانت ماكس، فده معناه ان هو ما لقاش انسر اصلا، فساعتها هعمل ايه؟ هرجع زيرو. طب الس هرجع اللينس اللي انا كتبته. خلينا نرن كده. يا سلام، الان هنا هتساوي نمس دوت سايز. ميل ال في او دي اسمها نمز. تمام، اسمها نمز هنا، بس الفيكتور اسمها نمز. تمام، هو ممكن صمت. تمام اكسبتد. اتفضل يوسف. هو انا جت في دماغي فكرة تانية برضو، هي نفس اللوجيك، يعني ان احنا واحنا بناخد الانبوت الاري نعمل له سم وكاونتر. مثلا افضل اقول له مثلا طول ما السم بلس الاري وفي الاي اصغر من التارجت بتاعي يحط، يعني يبلس عليه، يعني سم بلس ايكوال اري في الاي. ده انت إلس خليلي السم بتاعي بيساوي زيرو ومينيمايز على الكاونتر اللي انا عملته جوه. تاني كده معلش، انت قلت هتعمل ايه؟ وانا باخد ال array بتاعتي، يعني انت هتمشي على ال array. هو بيديني المفروض array صح؟ تمام، انت هتمشي عليها بعدين. هعمل counter بره وصم. ماشي تمام. حلو، هقول بقى if يعني sum plus array في ال i اصغر من التارجت. سم بلس ايكوال اريو في الاي والسي بلس بلس. تاني كده معلش، بالراحة بالراحة قول كده تاني.
sum plus equal nums of i. اه تمام والكاونتر بلس بلس كده. طب الكاونتر ده انت عايزه ليه؟ ما عشان اشوف اللينس بتاعي. طب افرض انت عايز دلوقتي انت بتجمع كل الاليمنتس اللي داخله لك صح؟ طب انت قلت هتعمل حاجه في الالس صح؟ انت هتعمل ايه في الالس؟ الالس هخلي الصم بتساوي زيرو ومينيمايز على الكاونتر وخليه بيساوي زيرو. طب ليه الصم بتساوي زيرو وانت اصلا يعني انت ليه هتخلي الصم بيساوي زيرو يعني ايه الفكره وراها؟ عشان هي لما تبقى اكبر من السبعه او بتساويها خلاص بقى انا عايز اشوف صم تانية. اه بس هو قالك ده كونسيكتيف يعني. اصل انت كده مثلا بالفكره بتاعتك انت مثلا انت ممكن تمشي دي بعد كده لو دي ما نفعتش مثلا فانت هتكسكلود كل دول عشان انت تخلي الصم بزيرو صح؟ وتاخد دول مثلا. ده قصدك؟ اه تمام. فما اعتقدش هتنفع بس التو بوينترز هتخليك تتحكم اكتر في البوينترز ازاي تحركها فاهم؟ طيب حد عنده سؤال في المسألة دي؟ تمام. طيب في مسألة بصراحة كنت عايز اشرحها معاكم بس انا مش عايز احرقها عشان هي جميلة فممكن مثلا تفكروا فيها يعني تفكروا فيها وتبعتوا الكود مثلا على جروب تشوف كده مثلا كل واحد وصل لايه فيها او حد مثلا عايز ياخد هنت فيها يشوفها بس هي مسألة جميلة بصراحة. هبعت لكم اللينك بتاعها. دي فكروا فيها وابعتوا كده في الجروب مثلا كل واحد وصل لايه فيها مثلا وكده يعني تمام. هي هتكون تشالنج انت هتستخدموا فيها اللي احنا خدناه النهارده مع كذا حاجه يعني فهي مساله لذيذه يعني بصراحه. طيب انا كده خلصت السيشن. لو حد عنده سؤال في اي حاجه انا معاه او حتى بره التوبيك بتاع النهارده يعني عادي. حد عنده سؤال؟ طيب زي الفل. ماشي شباب لو حد عنده سؤال بقى احنا في الجروب مع بعض ونشوفكم الاسبوع الجاي وان شاء الله انا هبعت لكم هعرف على الكود اللي احنا خدناه النهارده دي كلها على ايديا 1 ان شاء الله حد عايز يتريس الاكزامبلز برضو اللي احنا خدناها. وبرضو كان في كده مقاله على كوره كانت جميله موقع اسمه كوره ده لو حد عارفه. كان في كذا اكزامبل على تو بوينتر برضه. انصحكم يعني هبقى انزلها لكم على ماتيريالز وهبعتها لكم الجروب تبقوا شوفوها وحاولوا تتريسوا الحاجات اللي موجوده جوه. وانصحكم يعني برضه حاولوا تشوفوا مسائل نيت كود على التو بوينترز يعني. كان في واحد اسمه هنا نيت كود تقريبا نيت كود اي او نيت كود ده واحد على اليوتيوب بيشرح مسائل النيت كود بس هو حاطط عامل شيت حلو هنا في البراكتس. هو شغال ليه؟ عامل شيت هنا حلو في براكتس حاطط مسائل سلايدنج ويندو وحاطط التو بوينترز فدول عايزكم تشوفوهم يعني تبقى حلوهم برضو زياده كده. طب ليه ليت كود؟ ليت كود هو ستايل اكتر للانترفيوز بس هو المسائل دي هتعرفك ازاي اصلا البوينترز بتتحرك ومسائل لذيذه يعني هي مش سهله قوي وفيها مسائل صعبه وفيها بس هتعلمك افكار هي ستاندرد بس هتعلمك افكار جامده جدا يعني هتفيدك على كود فورسز وكده. وبس انا هبعت لكم كل اللينكات دي وخلاص لو حد عنده سؤال تمام. لو انا خلصت يعني لو حد حابب يطلع ليفين.